السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نهضروا على الفيروس اللي هدد حياه الانسان واللي بدا من الصين. ندخلوا في فيروس كورونا. خليني نعطيكم واحد نبذه صغيره على الفرق بين البكتيريا والفيروس. فيروس حيت عندهم اوجه التشابه وعندهم اوجه الاختلاف. نهضروا شويه على اوجه التشابه. جوجهم الحجم ديالهم صغير، بجوج ما كيتشافوش بالعين المجرده، خصنا الميكروسكوب باش نشوفوهم، باش كيسببوا لنا امراض مختلفه ومعديه وتقدر تؤدي بحياه الانسان. كينتشروا بواحد الطرق اللي هي مختلفه، بحال دابا العطيس، الكحه وما غيرها. كيتم التعرف على المرض في تحاليل ديال الدم مثلا. البكتيريا ممكن نديرو تحليل ديال البول ولا ديال ناخذو مثلا عينه، الا كان قيح في شي بلاصه ولا شي حاجه ناخذو منه عينه ونقدرو نديرو منه التحاليل. دابا نهضروا شي شويه على اوجه الاختلاف. الاختلاف اللي هي كبيره بزاف. كائن حي وخا الفيروس الفيروس ماشي كائن حي وماشي خالي. الفيروس اصغر من البكتيريا. البكتيريا ممكن تكبر وتكاثر في اي ظروف، مثلا كاينه اللي تكبر وتكاثر في الظروف ديال القارص في ديال البرد القارص، وكاينه اللي تكثر وتكبر في ظروف اللي الجو ديالها حار مثلا. على حسب، يمكن للفيروس انه يتكاثر من تلقاء نفسه، لا يمكن، خصو خلايا كيمشي للخليه، كيمشي لعند الانسان ولا الحيوان ولا النبات، ولا كيمشي نيت يستوطن في الخليه ديال البكتيريا. الحاله ملي كيستحوذ على ديك الخليه كيولي هو اللي كيسوق، هو السواق، كيولي يدير كل شيء، كيولي هو الشاف. البكتيريا ممكن نقضيو عليها بمضادات حيويه مناسبه. الفيروس ملي كنا كنهضروا على انه كيستحوذ على ديك الخليه كيبدا كيتكاثر، وفي ذاك التكاثر بعض المرات كيوقع واحد الطفرات ولا خلل. سواء ملي كيوقع خلل هنا فين كتولي المشكله، كيولد لينا واحد الفيروس اللي هو جديد، من نوع جديد، من نوع اخر، كيولد لينا وحش. دابا هذا الفيروس الجديد اللي كيتولد كنوليو خاصنا نلقاو ليه سميه اولا، كنوليو نقلبو على الدواء اللي خاص غير في هذا الفيروس باش يقضي عليه، لانه ولا جديد. هو السبب اللي كيعقد مساله العلاج والقضاء على الفيروس، وكياخذ بعض المرات شهور او اعوام باش تلقى الدواء. اختيار العلاج الصحيح يتوقف على اختيار او تشخيص صحيح للمرض. قلنا كاينين مضادات حيويه موحده اللي نقضيو عليها على البكتيريا، خصنا نعرفوا نوع البكتيريا ونوع المضاد الحيوي اللي يقضي. بالنسبه للفيروسات المضادات الحيويه ما تقضيش عليها. ونسيت نقول لكم بان الفيروس كيكون عنده واحد الغشاء اللي كيحميه، اللي تيكون قاسح ما كيدخلش له مضاد حيوي. لذلك كل فيروس عنده الدواء ديالو اللي خصو يتصايب على قبله بالضبط، على قبل داك الفيروس بالضبط. هنا كما قلنا اللي كيعقدوا مساله العلاج. نهضروا على فيروس كورونا. الفيروس اصلا ما عندوش واحد السميه ديالو محدده، ولكن باش الاطباء والسبيطارات يقدوا يلقاو العلاج ديالو ولا يقدوا يهضروا عليه، عطاو سميه ديال 2019 سي او في مثلا، اي سميتها 2019 كورونا فيروس. هذا كورونا فيروس جا من واحد الاسره، من واحد السلاله ديال الكورونا فيروسز اللي كانت ظهرت من قبل، مثل مثلا الفيروس ديال سارس ولا الفيروس ديال ميرس اللي كانوا ظهروا من قبل، وحتى واحد الكوارث. فيروس كورونا كيظهر اول شيء كيظهر عند الحيوانات، مثلا الطيور ولا الحنوشه، وعادة كينتقل. أول مظهر هذا الفيروس الجديد ظهر في الأسواق ديال الصين في مدينة ووهان، وهاد الأسواق كيقولوا لهم الأسواق الرطبة ولا النادية ولا مرطبة،
لأنهم كيبيعوا فيها الحوت، كيبيعوا فيها الفيران، كيبيعوا فيها الحنوشة، كل ما يتحرك. الفيروس كينتقل من شخص لشخص في فترة حضانية، بمعنى آخر أن ممكن الإنسان يكون عنده مريض ويكون هاز الفيروس ولكن ما يكونش عارف، لأنه ما تظهرش في أول نهار، ويقدر يعطيه لواحد آخر وهو ما عارفش. أعراض المرض ما كتبانش في النهار الأولاني، وهذا كيعقد المسألة ديال المعادية بين واحد هذا وواحد. هو والسبب اللي خلى الصين طوق الأبواب ديالها وتسد المدينة ووهان، وما تخلي حتى شي واحد يبقى يخرج منها، ومنعت السفر، ودارت واحد القوانين صارمة على الناس اللي مثلا بغا يهربوا ولا بغا يخرجوا من المدينة، مثلا الحبس. بدينا كنسمعوا الصراخ العالي ديال الناس اللي تحصروا في ديك المدينة ووهان. الأعراض ديال الفيروس غادي نقولها من الأعراض اللي هي بسيطة حتى الأعراض اللي كتطور بزاف. تيكون فيها الكحبة، الحمى، الصداع ديال الرأس، الجهاز التنفسي كيولي صعوبة في التنفس، التنفس. والفشل ديال الكلية، كي قلنا السخانة بزاف. الوقاية أحسن من العلاج. الواحد دائما ياخد عادة انه يغسل يديه مزيان، يغسل يديه قبل الماكلة، يغسل يديه قبل اي حاجة، الصابون يكون الصابون الماء ما كاينش بحال. احنا مثلا كاين عندنا هذا سميتو سانيتايزر ديال الكحول، ولكن ما نكذبش عليكم ما تيبردش ليا القلب، خصني الصابون والماء دائما دائما دائما. اللي بغى يعطس ولا يكح ما بقيش يدير يدو بحال هكا ويعطس ويكح. علاش؟ لان الا عطستي على يدك ولا كحيتي عليها كتمشي كتسلم على واحد اخر، ولا ما سلمتيش. حنا عندنا عيب، الا ما سلمتيش كتجي شويه القضيه محرجه، اذا كضطر تسلم. ويكح ولا يعطس يعود يديرها ولا بحال هكا كتقش الناس بين. طيب ما كلتو يطبخ اللحم مزيان، ما يخليش نص طيبه، هذيك ميديوم رير وديك رير وداك الشيء ما كاينش. طيب اللحم مزيان، ويل دان. ثاني غسل الفواكه قبل لا ياكل الواحد يغسل. انا ما تنطبقش هذه غسل الفواكه بزاف، واخا هكاك ملي كنزل المغرب عزيز عليا، الا عطاني شي واحد من الكروسه تمره ولا عنبه كناكلها، ما كنعقلش. عطيني شي واحد كروسه يقول لي هاكي ذوقي التمره، كنصيبها في فمي، ماشي انا اللي كنديرها، كنصيبها في فمي. ما عرفتش كيفاش كنصيب راسي كلتها، ما عرفتش كيفاش كتنقز، حتى كنصيب راسي كليتها. هذا كتبدا اختي تقول لي وكليتي يا دابا، هذاك ما عرفتي هذاك السيد غاسل يدو ولا ما غاسل يدو، وديك الكروسه وداك الدبان ومن هنا. ولكن بنينه ما عرفتش، انا كتجيني بنينه هذيك الذوقه، الله اعلم. والحمد لله وعلى سلامه وليداتنا اللي وصلوا للمغرب، ومساكن على سلامة الوالدين لهم. كي داير عندنا يكون ولدك في شي بلاصة وما قادش توصل له، ما عارفش ما تكون دير. وليداتنا والله إلا على سلامتكم وعلى سلامة كلهم وليدات العالم اللي وصلوا لوالديهم بخير وعلى خير. شكرا على الانتباه ديالكم، وكنتمنى نكون فدتكم واخا غير بشوية، واخا غير بواحد الكلمة استفدتوا منها. شكرا على انتباهكم، وإلى اللقاء. إلى اللقاء.